يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل الذي يؤلف القصص الخيالية والذي يضحك الناس بقصص خيالية يدخل في قوله سبحانه معتد أثيم؟ ما فيه اعتداء إذا كان ما فيها ظلم لأحد ولا فيها تأثيم للناس، وإنما هي فكاهية، هي لا تدخل في التحريم، أو تكون مكروهة، تكون مكروهة لأنها لا فائدة منها. نعم، أما إذا كان فيها باطل وفيها شر هي محرمة. نعم.